في إطار مضايقاتها وإجراءاتها المتواصلة بحق البحرينيين ورموزهم الدينية والسياسية، اقتحمت قوات أمن آل خليفة منزل الشيخ البحريني عيسى قاسم في منطقة الدراز غرب العاصمة المنامة. وأوضحت جمعية الوفاق البحرينية أن عشرات الجنود المدججين بالسلاح برفقة ملثمين اقتحموا منزل الشيخ، حيث عاثوا تخريبا في كل محتوياته وروعوا النساء والأطفال. كما صدرت بيانات عن أهالي قرى الدراز والحجر ومدينة حمد والدير، استنكروا فيها الاعتداء على منزل آية الله قاسم، محذرين من مغبة التماري في استهداف الرموز الدينية والوطنية في البحرين.